بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هي دي مصر، وإطلالة جديدة لبرنامج هي دي مصر وفقرة همسات مواطن. بداية تنعي أسرة برنامج هي دي مصر الشعب المصري والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهداء الوطن نتيجة للعمل الإرهابي الدنيء والخسيس الذي حدث في بئر العبد، ونناشد طبعا الشعب المصري في مواساة طبعا كل المصريين في وفاة الشهداء نتيجة الإرهاب الخسيس. ولكن يقظت الداخلية وأجهزة المعلومات والأمن الوطني والمخابرات كانت لهم بالمرصاد في إفساد كل مخططات الدولة ومحاولة زريعة الفتنة والوقيعة بين نسيج الوطن الواحد المسيحيين والمسلمين، أو كما يروق لي مجهول النطفة. ومعنى كلمة مجهول النطفة بالنسبة يعني لجماعة الإخوان الإرهابية أي ليس لهم دين، ليس لهم وطن، يعني خيانة بكل المقاييس للإرهاب الدنيء والخسيس في مصر. بداية مع فقرة همسات مواطن، وأحب أن أنا أبدأ يعني بخبر لجموع الشعب المصري. الخبر ده يعني أسعد يعني كثير طبعا من المصريين، والخبر ده بيقول: الصحة حقن أول مريض فيروس كورونا ببلازما المتعافين والنتائج إيجابية. أكدت وزارة الصحة على حقن أول مريض بفيروس كورونا ببلازما أحد المتعافين من الفيروس، مشيرة إلى أن النتائج كانت إيجابية بعد 48 ساعة. وقالت الوزارة خلال تصريحات تلفزيونية أنه تم استخلاص البلازما من 6 متعافين والنتائج أثبتت فاعلية 3 منهم، مضيفا أنه فور التأكد من فاعلية البلازما سيتم التوسع في استخدامها كعلاج، وحينها سندعو كل المتعافين للتبرع بالبلازما لمساعدة المرضى ذوي الحالات الحرجة. اسمحوا لي أن أنا أرحب طبعا بضيفي الكريم والعزيز النائب السابق والبرلماني الأستاذ محمود جاد سليم، وصاحب شركة النيل للمقاولات العامة. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم، تحياتي ليك. تحياتي. في الحقيقة يعني أنا عايز أسأل حضرتك بس يعني ما رأيك فيما يحدث من الأعمال الإرهابية يعني في مصر، وخاصة يعني في شهر رمضان المبارك، يعني ما رأيك في الإرهاب واللي حصل في مصر؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي لكل الشعب المصري والسيد الرئيس والقوات المسلحة، وتحية لأم الشهيد. بالنسبة للإرهاب يا معالي المستشار، مش من النهاردة، تمام، هم من سنين في البلد ومن سنين تغلغلوا في البلد، تمام، خدت بالك؟ وجات الايام الاخيره دي شفنا الوجه الكريه بتاع الاخوان ليهم ظهر، فهذا الوجه الكريه ظهر. لكن كانت الاول الناس متعاطفه ويقول لك انهم دول اهل الدين، هم لا يعرفوا دين ولا يعرفوا اي شيء طبعا. فدايما التاريخ حكى عن الناس دول في مسار الحياة بتاعتهم الأخرانية أو اللي هي في الآخر أو البداية دي، فكانوا هم ناس بيفسروا موضوع السابقة للقادة والزعماء، أو بيفسروا موضوع الدين بطريقتهم هم، يعني بيدخلوا الدين في السياسة. الله ينور عليك. فأنا أتمنى من الله، ودي نصيحة من أخ لأبنائي وهم شباب مصر إذا كانوا مسيحيين أو مسلمين، أن يتحدوا مع السيد الرئيس ومع القوات المسلحة ومع الشرطة حتى ننتهي من الوجه الكريه طبعا باسم الإخوان طبعا. في الحقيقة احنا يعني في يوم 9 من رمضان نحب طبعا ان احنا نشيد طبعا بذكرى انتصارات 10 من رمضان ودور القوات المسلحة والملحمة الكبرى اللي قام بها طبعا الجيش المصري. وهناك طبعا أقوال عديدة طبعا للجيش المصري من أقوال القائد الأعلى للقوات المسلحة: لقد كنتم وما زلتم في الطليعة دائما. ومن أقوال القائد الأعلى أيضا للقوات المسلحة: إن رجال القوات المسلحة هم درع الوطن وسيفه.
بمناسبه طبعا المناسبه طبعا الكريمه ديت، تحب معالي الاستاذ محمود جاد توجه ايه للشعب المصري بالمناسبه بتاعه العاشر من رمضان؟ اولا ده حاجه خدت بالك مشرفه للشعب المصري جميعا، واقول لهم كل سنه وهم طيبين، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه البلد في امان وفي سلام، واتمنى من الله عز وجل ان يوفق قواتنا ويثبت ابنائنا في سيناء حتى ننتصر على العدو. ومهما يعملوا مش هيعملوا اي شيء، ودي مصر كبيره. حتى الدول اللي هي بتدعم الارهاب، شوف حاليا احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني رساله عاوز اوصلها للدول اللي هي بتدعم الارهاب. تمام، استاذنك بس معالي الاستاذ محمود، معانا مداخله من استاذ اسلام اسكندريه. اتفضل استاذ اسلام. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. والله يا استاذ اسعد انا برحب بحضرتك وبرحب بالبرنامج بتاع هي دي مصر. الله يخليك يا فندم. وبطلب من حضرتك يعني رساله يعني انسانيه وقانونيه من حضرتك لحل المشكله بتاعتي. قول يا باشا، اتفضل قول الرساله. انا دلوقتي انا متهدد دلوقتي يا فندم، انا وابني 4 سنين مش يعني قاعد في بيتي، مش عارف اطلع من بيتي، متهدد من ناس سي عايزين يخطفوا الولد. تمام. يعني فجم تقدموا عليا 3 4 مرات في الشارع، في ناس عرفتهم في الشارع. تمام. قالوا لي في واحد اسمه خوده شوقي من حته 62 من سريبشر 62. تمام. وعيل اسمه فلسطيني بيحاولوا يخطفوا الولد يا فندم. والله العظيم ثلاثه انا ما عارف اطلع من باب الشقه، مش عارف اطلع، دي جيراني هم اللي بيجيبوا لي الاكل، باخد الاكل منهم من الشراعه. تمام. يعني مش عارف اتحرك يا فندم، يعني حتى الداخليه انا اروح بعمل محضر يا فندم، بيوصلوا لهم بالليل ان انا بعمل محضر. يعني تمام. انا مش عارف اروح فين واعمل ايه. طب يا فندم يا استاذ اسلام، بس استاذن حضرتك طبعا، نناشد طبعا الساده المسؤولين طبعا ووزاره الداخليه طبعا ومديريه امن الاسكندريه طبعا والاسم التابع ليه طبعا الاستاذ اسلام طبعا بالتدخل طبعا لحل المشكله، لان ده موضوع بيهدد الحريه الخاصه طبعا للمواطنين والافراد. شكرا استاذ اسلام. نرجع لموضوعنا استاذ محمود. اتفضل. فزي ما قلت لك يعني بالنسبه للدول اللي هي داعمه للارهاب، ينظروا الى بلادهم الاول، شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا الامراض وصلت لفين، ويشوفوا بالنسبه لمصر ام الدنيا احتبر بالنسبه للوضع اللي احنا فيه على العالم احتبر صفر. طبعا دي برضك بوصل يعني رساله للسيد الرئيس، لانه هذا الرجل هو بالنسبه لي انا خدت بالك وجه الخير طبعا لهذا البلد. طبعا. وتحيه برضك لوزيره الصحه برضك على اللي هم فعلا يعني ادوا رساله قويه جدا. طبعا. واثبتوا للعالم ان هي دي مصر. طبعا. ومهما يعمل الارهاب مش هيعمل حاجه، برضه هنتصدى ليهم، برضه هيزيدنا قوه في اي وقت في التصدي ليهم. واذا إن شاء الله. كانوا في 10 شهداء بيتولدوا العشرات. تمام. للدفاع على هذا الوطن. تمام. وانا اخو شهيد، يعني انا اخويا كان شهيد. تمام. خدت بالك؟ ويا رحمه الله. يا مرحب بيهم في اي وقت. تمام. اولادنا خدت بالك مستعدين لهذا، لنحر هذا العدو خدت بالك الكئيب. واتمنى. تمام. من الاجهزه. تمام. الامنيه ان تراجع بعض العقارات اللي هي بتؤجر حاليا دي. تمام. دي لازم يعني رساله من اخ، لانه لسه اصله مش معقول واحد يطلع يضرب له 10 الا اذا كان في مكان. طبعا. والمكان ده اللي بيساعدهم واللي بيمولهم في مصر ده مساعد معاهم وخايل ليهم، بيساعد وبيعمل. طبعا. فده مفروض. وبرضك رساله للقوات المسلحه، انا عن نفسي كمحمود جاد سليم ارفض اي تسليم ارهابي علشان اجيبه للمحكمه ياكل ويشرب، لا ده نحر على طول هو ومن وراه. تمام. اتفضل. في معانا مداخله للحمدان حمدان قال حمدون حمدون على حمد. فل يا استاذ اسعد. اسف يا باشا في الاسم. اسف. صباح الجمال يا حبيبي. صباح النور يا فندم. صباح القشطه. اسف لخطا في الاسم. طيبين. حمدون انت طيب. من سلاله ال حمد العريقه. اهلا وسهلا يا فندم، شرف لينا. ربنا يبارك في عمرك يا باشا، رئيس مجلس اداره جمعيه مناره ال البيت. اهلا وسهلا يا فندم بيك. كل سنة وحضراتكم طيبين. وانت طيب. اولا بنعزي انفسنا وبنعزي الشعب المصري. نعم. في العمل الارهابي الخسيس اللي هو جاي في احتفالات العاشر من رمضان، ودي رساله من الارهاب الاسود ان هو عاوز
يعمل سلوك غير طيب في احتفالات القوات المسلحة المصرية بأعيادها، وإحنا طبعا متصدين لهذا الفكر المتطرف ولا نقبل بمثل هذه الأعمال، خصوصا في تلك الأيام المباركة اللي بتمر علينا إن شاء الله من خلال الشهر الكريم. وكل سنة وحضراتكم طيبين، ونحن مع القيادة السياسية والقيادة العسكرية والقيادة الأمنية في البلد، ومش هنسيب البلد تتاخد مننا تاني، لأن احنا الحمد لله رب العالمين بننعم بالأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي. عامل ايه يا أستاذ؟ معاك يا فندم. الحمد لله، اتفضل يا فندم. ومن ضمن إن شاء الله احنا عندنا مبادرة إن شاء الله لجمعية منارة آل البيت للخدمات والرعاية في ظل التكافل الاجتماعي، إن شاء الله بأمر الله هيكون لنا دور إيجابي مع كل الفقراء وكل المحتاجين وكل المساكين، وبندعو الشعب كله للتكاتف، وده جزء من التكاتف إن شاء الله وجزء من التكافل الاجتماعي في ظل الظروف اللي بتمر بها العالم كله أجمع من فيروس كورونا. فإحنا إن شاء الله هنوصل خدماتنا لكل حتة في مصر، وإن شاء الله بندعو الناس إنها تتكاتف معنا، وإن شاء الله بأمر الله يعود عليكم الايام بخير يا استاذ اسعد. الله يخليك. وتحياتي للبرنامج وتحياتي للاستاذ ايمن وتحيه شخصيه لكل العاملين بقناه الصحه والجمال. شكرا للاستاذ حمدون على حمد على المداخله الطيبه والجميله اللي عملها لنا، وعلى دور المؤسسات والجمعيات في المشاركه المجتمعيه لمؤسسات الدوله. ارجع تاني طبعا لضيفي طبعا الاستاذ محمود. التطورات اللي جاريه في فيروس كورونا، وشفنا الخبر اللي انا اتكلمت عنه من شويه ان الصحه طبعا حقنت طبعا وهتتوصل لعلاج ومصر ومصل للمرض، يعني تنبؤاتك مثلا او ارائك للمرض ده، يعني ان شاء الله ربنا يعني يعفي عنه ويشيل عنه البلاء. افكارك طبعا بالنسبه للمرض بتاع فيروس كورونا في الاونه الاخيره ديت، وكيفيه الوقايه منه والتدابير اللي بتتخذها الدولة تجاه طبعا المواطنين. والله هو بالنسبة احنا نحمد ربنا عز وجل على النعمة اللي هو كرمنا بيها. تمام. كمصر يعني. بالنسبة اللي في مصر ما تحسبش نسبة. تمام. والنجاح يحسب للسيد الرئيس ولوزارة، خدت بالك، الصحة. تمام. ده نجاح يعني بالنسبه لمصر. احنا دلوقتي يعني وصلنا في حوالي يعني 3000 يعني، ده لو على كويس بالنسبه لحالات العالم. كويس صفر. صفر كويس. شوف الدول الحمد لله. شوف الدول، خد سبحان الله، فرنسا، اسبانيا، والدول اللي هي داعمه للارهاب ربنا عمل ايه. وصل قطر وتركيا والدول، وصل تركيا 140,000، وقطر خدت بالك، قطر دلوقتي شوف كام، لان دول اصلا ربنا سبحانه وتعالى دايما 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 البلد دي سبحان الله مذكوره في القران، دايما شعبها الطيب، دايما خدت بالك ان هي بتقف مسيحي ومسلم وكلنا بنبقى ايد واحده. فسبحان الله تعالى اللي جاي بالنسبه لمصر جاي افضل وجاي احسن، وان شاء الله خير اللي جاي باذن الله. في الحقيقه احب بس ان انا انوه يعني عن مبادره كان عاملها صندوق تحيا مصر من حوالي امس. المبادرة ديت عبارة عن توفير السلع والمنتجات الغذائية طبعا بأسعار مخفضة للمواطنين، وده كان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التجارة والصناعة، في تحقيق طبعا التكافل الاجتماعي بين المواطنين. وديت من المبادرات يعني اللي احنا بنرى ان هي يعني بتدعم الدولة وبتدعم الفقراء، وشفنا مبادرات عديدة طبعا في الفترة الأخيرة في فيروس كورونا، موضوع العمالة الغير منتظمة، مبادرة كلنا معاك، مبادرة الداخلية. في الحياة الداخلية رغم ان هي يعني في الظروف اللي هي فيها وبتكافح الارهاب، لكن عاملة مبادرة ليها فترة جميلة اسمها مبادرة كلنا واحد، برضو لتوفير برضو السلع والخدمات عن طريق امان وعن طريق المنافذ بتاعة البيع. في نهاية طبعا حديثي أحب أن أنا أشكر ضيفي العزيز الأستاذ محمود جاد سليم، وفاصل ونواصل فقرة مواهب ومع الإعلامية والمتميزة ميرفت الحسيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.